Every day I'm shuffling. الاغنيه اللي كانت شغاله دلوقتي حالا هي المايلي سايرس اسمها كانت بي تيمد، والاغنيه دي تقع عمر كانت طلبها من على الفيسبوك فان بيج باسم كميل راديو هيتس 88.2. سؤال النهارده، لو عايزين تبقوا ذا بيست شافلرز، الالبوم الجديد بتاع مادونا اسمه ايه؟ ابعتوا لي بسرعه الاجابه في اس ام اس على 8802 علشان الثلاثه اول ثلاثه هيجيبوا الاجابه صح هم اللي هيخشوا الفاينلز بتاعه ذا بيست شافلر. استاذ كريم محمد اللي معايا النهارده في الاستوديو، حضرتك عايز تشكر ناس كتير، لسته طويله عريضه جداً. اتفضل. عايز اكمل بس اشكر اسلام زكي جدا، لان اسلام زكي يعني واقف جنبي وشريف عبد المنعم ومهدي سليمان وكم وفادي بيجاتو واحمد ششتاوي وزينه وشريف. بس كده؟ لا كويس كده، شكرنا كتير في الاول بقى فاكر. متاكد يعني عملت قولي ليست او طويله؟ لا بس 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 بجد ثانكس لاي حد نسيت اسمه، ام سوري جدا، انا اسف جدا. لا 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 ايوه لو سمحت. أوكي شكرا. العربي انا اسف جدا لو كنت نسيت حد. انا لازم العب لك، مش معقول يعني. عربي بالعربي يا عم، نبي عربي يا عم. يعني عملت كده كل شويه بالعنجليزي، احنا هنا في البرنامج بنتكلم بالعربي. اوكي الناس دي وقفت جنبي جدا بجد، واي حد نسيته انا اسف جدا والله، بس يعني الدنيا النهارده كانت مدربكه ما لحقتش. طب انت جات لك اس ام اس قول ايوه بقى يا كيمز، عايزك تسمعنا احلى اغاني توداي وسيبك من باسم، دي لالا. انا عايز اقولك انا عارف لالا، انت تعرف لالا والفكره ان لالا بتسمع البرنامج كتير جدا، فاللي هي تقول لي سيبك من باسم معنى كده اللي هي مبسوطه من ادائك جدا. طب اتفضل اهدي لها الاغنيه الجايه اللي انت كنت عايزها، سوافي كيسمي بتاعت بيتبل ومهامبي و جدا أيوة. جدا عشان انا بحب الاغنيه دي جدا. ايوه عايز اهديها لمين؟ لالا طبعا. بس كده؟ لالا بس. متاكد؟ ممكن بيت اصحابي. طيب ممكن تقول سؤال تاني بتاع ذا بيست شافلر؟ اسم الالبوم الجديد بتاع مادونا ايه؟ ايوه اي حد عايز يعمل يجاوب على السؤال يبعت لي اس ام اس ل 8802 حالا. أيوة. يلا نسمع سوبرمنت، يلا بينا هنسمع الاغنيه دي، وبعدها على طول هنسمع اغنيه تاني من الالبوم الجديد بتاع نيكي ميناج، بينك فرايداي رومان ريلودد.